كورونا مع توزيع المضويات والكمامات لصالح المواطنين. أيها المواطنون، قال سبحانه: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نظمت مديرية الحماية المدنية لولاية قسنطينة مناصفة مع مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية قسنطينة قافلة تحسيسية للوقاية من جائحة كورونا. جاءت للتحسيس والتذكير يعني بوضع الاقتناع الواقي وكذلك كل الاجراءات الوقائيه التي ينصح بها الاطباء، ونحن يعني مقبلون على عيد الاضحى حتى يكون ان شاء الله تعالى عيد بلا عدوى.